مرحبا بكم مشاهدينا حول العالم في حلقة نقاش جديدة. ضيفنا اليوم هو صحفي ورئيس تحرير مصري، معروف عنه أنه مؤيد للاستقرار. هو صاحب نظرية الهدوء هو أفضل حل للمشكلات والصعاب. ضيفي وضيفكم بدأ حياته الصحفية كمحرر اقتصادي بجريدة الأهرام المصرية، ثم تناقل المناصب حتى أصبح رئيس تحرير الجريدة. ضيفي وضيفكم اليوم هو رئيس التحرير الأسبق لجريدة الأهرام المصرية السيد أسامة سرايا. سيد أسامة، مرحبا بك معنا. أهلا بك. أهلا سيد بك. أسامة، بداية كيف تعرف نفسك للجاليات العربية حول العالم؟ يعني معظم العرب بيعرفوني لأني اشتغلت رئيس تحرير صحيفة المملكة في العربية. مصر اسمها الأهرام العربي نعم. لمدة 9 سنين، ورئيس تحرير الأهرام لمدة 6 سنين. فأنا رئيس تحرير عمري أكثر من 14 سنة، نعم. وكنت عضو نقابة صحفيين لمدة 9 سنين. كنت أصغر عضو نقابة دخلت النقابة سني 27 سنة، قعدت 14 سنة منتخب بالانتخابات الديمقراطية الحرة الذين نعم. يتكلمون عنها في عالمنا العربي في هذه الأيام، نعم. في وسط النخب الصحفية. وأنا محرر اقتصادي في بداية حياتي، ومحرر سياسي مهتم بالشؤون العربية، ومحرر مهتم بشؤون السياسة المصرية الداخلية في السنوات الأخيرة اللي عملت فيها من 2005 ل 2010 رئيس تحرير الأهرام. نعم، قلت في لقاء معك أنا من محبي مبارك وأتمنى رؤيته، هذا صحيح؟ أنا لن أنكر أنني مقتنع بسياسات الرئيس مبارك، ولي نقد على بعض السياسات الأخرى ممكن نمارسه الآن بحرية كبيرة جدا، ولكن دعيني أقول إن أنا من الذين يتمنوا الراحة للرئيس، يتمنوا، ما كنتش أتمنى أن أرى الرئيس يحاكم. كنت لأني كان أرى أن لو حسبنا حسابات دقيقة ما فعله الرئيس مبارك للشعب المصري تجد أكثر من كل حكام مصر عبر التاريخ. نعم. والرئيس مبارك أكبر رئيس أدى لمصر مساحة من الاستقرار وعدم الحروب في تاريخه. 30 سنة مصر لم تنزق إلى صراعات خارجية. الرئيس مبارك خفض ديون مصر من 60 ل 30 مليار دولار. الرئيس مبارك كانت مساحة مصر عندما جاء سنة 81 كانت 3% مشى، ومساحة مصر 9% من مرضيها. الرئيس مبارك عندما مشى ترك في خزينة الدولة أكثر من 37 مليار دولار احتياطي نقدي للشعب يستخدمه الآن وقت الأزمات. لماذا اتهم البعض إسرائيل بأنها وراء الثورة المصرية رغم أن علاقة إسرائيل بمبارك كانت قوية؟ ما حدش اتهم الثورة المصرية أنها كانت وراءها إسرائيل أو أمريكا. أنت مع أو ضد التصديق؟ في صوت. تفضل استاذ. سيد أسامة، أنت مع أو ضد تصدير الغاز لإسرائيل؟ لست ضد تصدير الغاز لأي دولة من دول العالم. الغاز احنا نجحنا في فترة من الفترات في تصديره عن طريق خط الغاز اللي طلع في البحر الأبيض المتوسط مرورا بإسرائيل إلى الأردن، ثم إلى سوريا، إلى لبنان، إلى تركيا. هذا كان نجاح كبير لسياسة الإنتاج المصري للغاز، ولكن علينا أن نصدر الغاز بالأسعار الطبيعية. هذا ما يجب أن تمت الاتفاق عليه مع كل دول العالم. تصدير الغاز، الغاز الآن طاقة نظيفة، والطاقة النظيفة لها سعر الآن في هذا العالم. عندما صدرت مصر الغاز لإسرائيل في مرحلة من المراحل التاريخ كان الغاز أسعاره مذبذبة وغير واضح جدا، وكان العقد الذي حصلت عليه مصر في المرحلة الأولى من إسرائيل ومن دول ومن تركيا ومن الأردن ومن دول البحر الأبيض المتوسط كان هو السبيل إلى جذب الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز في مصر. نعم. هذا كان نجاح لسياسة إنتاج الغاز في مصر، وعلينا أن نحافظ عليه في المستقبل. سيد أسامة، هل توافق على التطبيع مع إسرائيل؟ هي التطبيع مع إسرائيل كلمة سيئة السمعة، وكلمة استخدمت في نطاق سياسي،
واستخدمت. أنا برضو أنا الذي ورقة في أيدي متخذ القرار السياسي، ولكن كمواطن مصري هذه ورقة في أيدي متخذ القرار السياسي المصري، نعم، ليست في أيدي الشعب، نعم، ولا في أيدي الجماهير والمواطنين العاديين، نعم. هذه ورقة يجب أن يتم استخدامها لتحقيق مصالح الأمن القومي المصري، نعم. هذه ورقة يجب أن تستخدم للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، نعم. يجب أن تستخدم لقيام الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة في منطقة الشرق الأوسط، نعم. التطبيع ورقة مهمة لدى السياسي المصري يجب أن يستخدمها من أجل تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، نعم. لأننا من مصلحتنا أن يكون هناك دولة فلسطينية حرة مستقلة، دولة ذات سيادة، دولة يستطيع المواطن الفلسطيني يركب سيارته من غزة حتى القدس وأن يتحرك فيها بحرية، نعم. مطلقة. هذا مصلحة أي مواطن مصري. هل تؤيد التطبيع على المستوى الشعبي؟ التطبيع على المستوى الاقتصادي والشعبي والثقافي والاجتماعي مرهون بقيام الدولة الفلسطينية. نعم. قبل قيام الدولة الفلسطينية لا تقولي أننا لا. لماذا لا نتحدث عن علاقات الإسرائيلية المصرية وليس العلاقات الفلسطينية؟ العلاقات المصرية الإسرائيلية تحققت بحدها الأدنى بعد رفع الشعب المصري أعلامه على أراضيه بشكل كامل، وأصبحت هناك سيادة كاملة للمصري على أراضيه. نعم. استكمال هذه العلاقات مرهون بتحقيق مصالح الشعب العربي. أنا مع رهن قضية التطبيع بكل أشكالها، نعم، لتحقيق مصالح الشعب العربي سواء كان الفلسطيني أو السوري أو اللبناني. ولكن هناك تطبيع اقتصادي، هناك استثمارات إسرائيلية في مصر، وهناك سفارة إسرائيلية في مصر. السفارة هذا الإسرائيلية تطبيع سياسي؟ لا، ليست تطبيع سياسي. السفارة كانت مرتبطة واتفاقية السلام كامب ديفيد، أليست تطبيع ليست تطبيعا سياسيا. هذا حقق مصالح مصر في استرداد الأرض، نعم. ويجب أن يشعر العرب الانتصار مصر في استرداد الأرض، نعم. أعطاها مكانة لقدرتهم على مساعدتهم في دفع السياسات لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، وأعتقد أن الفلسطينيين فهموا ذلك جيدا بدليل قمة العلاقات المصرية الإسرائيلية المصرية الفلسطينية كانت في الفترة الماضية، والفلسطينيين كانوا مدركين أن مصر كانت البلد العربية الوحيد المخلص معهم، ولم، نعم، يستخدم القضية الفلسطينية لتحقيق مصالح مصرية، نعم، خالصة. مصر حافظت تماما على هذا الموضوع، والشعر الخيط الرفيع ده ما بين التطبيع وما بين الحفاظ على الحدود المصرية وما بين تحقيق المصالح وعدم الانجراف إلى صراع عسكري آخر في المنطقة يؤخرها ويدفعها، نعم، إلى الانهيار. كانت هذا هو الخيط الرفيع، وهذا كانت قمة النضج الذي فعله الرئيس مبارك في السنوات الماضية. متى يقبل أسامة سرايا التطبيع الشعبي مع إسرائيل؟ متى تقبل أن تتعامل مع مواطن إسرائيلي بشكل حضاري؟ لن أتعامل مع المواطن الإسرائيلي إلا عبر المواطن الفلسطيني. عندما يرضى الفلسطينيين أن يكونوا شركاء في هذا الموضوع نتعامل مع الإسرائيليين بشكل واضح. عندما يقبل الفلسطينيين، عندما يشعر الفلسطينيين هذه أهم قضية بالنسبة للمواطن المصري بعد قضايا الداخلية، نعم، أن قضية الفلسطينية لن يقبل المصري أن يعيش سعيدا ويرى أن الشعب الفلسطيني مظلوم. لن يقبل مصري أن تظل هذا الظلم التاريخي موجود في على الشعب الفلسطيني. المواطنين المصريين والشعب المصري لن يقبل أن يعيش الفلسطينيين في ضيم على الإطلاق. أن يكون لن نذهب زي ما قال بابا شنودة وهو مصري مسيحي صميم جدا، لن نذهب إلى القدس إلا مع المصريين إلا مع المسلمين. هذا كان مثال حي جدا للضمير المصري الحي في أسلوب تعامله مع إسرائيل. إذا عرض عليك أن ترأس تحرير جريدة إسرائيلية وتعبر عن رأيك العربي كما هو بوضوح، تقبل أم شوف ترأس؟ لن أستطيع ولن أقبل ولن أصافح إسرائيلي ولن أذهب لإسرائيل ولن أطبع مع إسرائيل حتى بالأفكار إلا بعد انسحابها من أراضي الفلسطينية أو الأراضي العربية. انسحبها تماما؟ تماما من الأراضي الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 74. وأين تقام الدولة الإسرائيلية؟ تقام الدولة الإسرائيلية التقسيم تم،
نعم. حدود الضفة الغربية وحدود غزة وحدود القدس هي حقوق الشعب الفلسطيني. إذن أنت تعترف أن هذه الأراضي ملك للدولة الإسرائيلية، ملك للدولة الفلسطينية، أراضي فلسطينية، ملك للدولة الفلسطينية. نعم. لن يستطيع أحد ولن يستطيع أي حد يفكر بهذا التفكير إن تقولي إسرائيل لأموال اليهود والدنيا وأمريكا والغرب، لن يستطيعوا أبدا إن هم يخترقوا أي شعب عربي، هتبقى خيانة في حق الشعب الفلسطيني، لن يقبلها أحد، واللي يقبلها ضميره وهيحرقه، مش حد هيقبل أبدا، لن يقبل أحد أن يكون هناك أموال إسرائيلية تتحرك في السنة. نحن نصور من شوية قليلين قلت إن احنا ممكن نتعاون، لماذا لن تقبل ولماذا لا تعطي الحق في الأرض الإسرائيلية؟ ليه؟ أنا بقول لك قيام الدولة الفلسطينية. أوكي، لا الأرض حضرتك لسه قايل التقسيم حصل، يعني ده من حقنا. من حق مين؟ حق الإسرائيليين. والفلسطينيين برضو من حقهم ياخدوا جزء أرضهم ويعيشوا فيها. طبعا من حقهم قيام الدولة الفلسطينية. من شوية قلت أنا موافق إن أنا أتعامل وموافق إن احنا يبقى في بيننا تطبيع بعد الفلسطينيين ما ياخدوا حقهم. طب ما احنا هناخد جزء الأرض بتاعتنا وندي الفلسطينيين ونتعامل. ايه المشكله؟ طب انا بسال سؤال بعد الحلقه، ايه المشكله؟ ليس هذا وقت نقاش، نحن نصور. اصل رايه اتغير، كان موافق في الاول يا ساره. يا ساره لا يا سيدي، انا انت انتوا محطه فلسطينيه ولا محطه اسرائيليه ولا محطه ايه؟ نعم، هذه قناه اسرائيليه وانا مواطن اسرائيلي وكنت مبسوط بكلامك. هذه القناه الثانيه الاسرائيليه. دي محطه اسرائيليه ولا محطه؟ نعم. انا ما اعرفش، محطه فرنسويه. هذه محطة إسرائيلية، ألم يخبرك فريق الإعداد؟ لا. هذه قناة إسرائيلية. أنا لو عرفت أنها محطة إسرائيلية لم أكن أتكلم فيها إلا بعد أن تقوم في دولة فلسطينية. إلى هذا الحد؟ إلى هذا الحد. أنت تعترض على ممارسات الحكومة الإسرائيلية أم تعترض على الشعب نفسه؟ أنا أعترض على ممارسات الحكومة الإسرائيلية، أنها لم تعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. إذن أنت ترفض التعامل مع أي إسرائيلي حتى؟ أنا أريد الشعب الإسرائيلي والفلسطينيين أن تقام الدولة الفلسطينية أولا. الدولة الفلسطينية مش موجودة. الفلسطينيين والمصريين وكل العرب وافقوا على قيام الدولة الفلسطينية. نعم. والإسرائيليين، وأنا بعتبر بقى أن زعيمهم السيد رابين وافق على قيام الدولة الفلسطينية، واليمين الإسرائيلي هو الذي أوقف ذلك، وهذه الورقة يجب أن فيها تكون ورقة حقيقية أن تعرف إسرائيل. ولكن اليسار الإسرائيلي ما زال يؤيد ذلك، ما زالت جماعات السلام الإسرائيلية وما زال اليسار الإسرائيلي يؤيد أن يكون هناك سلام، أن للمواطن الفلسطيني حق في الحياة، ولكن للإسرائيلي أيضا حق في الحياة. ما حدش بينكر من حقه أن يكون له لا وطن. لا لا لا، لا حدش ينكر أبدا أن حق الإسرائيلي أن يعيش، وحق الإسرائيلي أن يكون موجود في الشرق الأوسط، وهذا اعترفت به مصر. نعم. واعترف به الرئيس مبارك. نعم. وهذا يجب أن على في النهاية يجب أن ينتهي الإسرائيليين الآن إلى التسليم بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. نعم. وأراضي 67 يجب أن تعود للعرب، هذا حد أدنى لإقامة السلام والاستقرار الإقليمي للمنطقة، وعلى إسرائيل القوية أن تعترف بذلك. نعم. ونحن نعترف أن إسرائيل وأمريكا دولة أقوية قوية قادرة على تحقيق مصالحها في الشرق الأوسط. نعم. ولكن عليها الآن أنها تفتح للشعوب وتفتح للشعب الفلسطيني حق العيش في 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 أراضيه. أنتوا بتحبوا فلسطينيين كتير، ليه مش تدوم حتة من الأرض عندكم سيناء؟ ليه مش تدوم أرض يعيشوا فيها ويسيبوا لنا بلدنا؟ دي أرضنا. بعد حلقة. مش بعد حلقة. نحن نصور أدون ديفيد. سارة. نحن نصور. أنا وقعت في مأزق شديد جدا. لماذا؟ لأن أنا ما كنتش عارف إن دي محطة إسرائيلية. أنا قد كنت عارف أماندا أنها محطة فرنسية. لم تخبرك تخوفا من أن ترفض أن تأتي. يبقى خلاص أرجو تحترمي إن أنا حضرت وأنت تنهي النقاش الآن، لأن أنا بعترف تماما. نعم. أنه من الضروري أن تكون هناك دولة فلسطينية. نعم. الآن نختم الحلقة. أشكرك. ورأيك يحترم على
جميع الأصعدة وفي جميع الأحوال. ودعيني أقول مرة أخرى أنني لم أكن أعرف أنني أأتي لمحطة إسرائيلية. أنا كنت أعرف أنني جيت لمحطة فرنسية. نعم، إذا أخبرتك أماندا أنها محطة إسرائيلية كنت أعتذر لأن موقفي معروف. ولكن رأيك سوف يعرض للشعب الإسرائيلي بمنتهى الوضوح والثراء. تعال نعمل سلام دلوقتي على القناة الإسرائيلية وتعال نبتدي من الأول وندي كل واحد حقه، ويبقى هي دي نقطة البداية. شيء رمزي. هذا كلام أنا ما قلتش حاجة معاك سيدي. ابدأ الآن السلام، ادي للشعب الفلسطيني حقه. تمام، يلا اعترف بالقدس. النظر للقناة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي اللي بيتفرج على حضرتك ونبتدي من دلوقتي. ما انا اتكلمت خلاص. نعم نزاحها اوكي ناخد. نعم. تنادي الحلقه. انا قلت زيت الحلقه بس زيع ان انا ما كنتش عارف انها محطه. نعم. اسرائيل. لا انا مش كنت ارض سينا. مصر ما تديش ارضها لحد. لا دي بتاعت دي دوله ودوله. ادون ادون ديفيد انا انت بتعترف هذا معتبر انت 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 عايز فلسطين كلها. عايز فلسطين كلها ارض اسرائيليه تاخد سينا. فلسطين يروحوا سينا. لا طبعا سينا ارض مصريه. لا فلسطين ارض اسرائيل. سينا ارض مصريه. وانتوا عايزين الفلسطينيين يعيشوا هاتهم في مصر. بلدي انا. ده مش بلدك. انت انت فينا نختم الحلقه. اعمل ساره استنبار. اشكرك يا ساره بس انت عملتي لي بلاك. لماذا؟ انا مش عارف دي محطه. هذا عمل فريق الاعداد. بليز اذا فيكم حدا يجي يصلح المايك. لا خلاص انا. لماذا؟ سوف نشكرك ونختم الحلقة. ليه يا سيدي انا لسه قايل لحضرتك هنكملها. لا ما عادش هكمل. بليز بليز لسه متفق العائله دلوقتي. بتتكلم دي لغه عدائيه جدا. انا مش عدائي. انا مش عدائي. دي لغه عدائيه. هو بيدافع عن بلده برضه من حقه. دي لغه عدائيه جدا. احنا اتفقنا على ان الارض دي نصها لكم وربعها للفلسطينيين. 23% للفلسطينيين. هذا الكلام جرى عليه تفاوض. انا سيدي حضرتك عايز تعيش الفلسطينيين ومش راضي تجيبهم في بلدك ومش عايز تسيب بلدي. احنا كمان بندافع عن بلدنا. ليه؟ ما انت بتحلم. خلاص يا عم. اشكرك. 5 4 3 2 1. سيد اسامه نشكرك على وقتك ومشاركتك معنا. نشكرك على رايك. نتمنى أن يكون هناك سلام بين الشعب الإسرائيلي والشعب المصري لتجمع بينهم علاقة حضارية. شكرا. شكرا. مشاهدينا في كل مكان ومشاهدينا في إسرائيل شكر خاص لكم. وعلى رأس هذا الشكر نشكر أبرز العناصر في فريق العمل مدام راشيل والسيد حيدار. شكرا لكم ونلتقي في حلقة نقاش جديدة. سيد أسامة توافق على إذاعة الحلقة؟ توافق. سجلت معايا خلاص حتى لو قلت ما وافقتش على الحلقة هتنجيها. سوف نحترم رأيك. سوف نحترم رأيك. نحن شعب يحترم الإرادات الخاصة والشخصية. بس الشعب الإسرائيلي مبسوط أوي بالحلقة دي صدقني. يا ريت تزح ويا ريت نروح إسرائيل كمان مع بعض. إذا لم يرغب في إذاعة الحلقة هذا رأيه الشخصي. دلوقتي في مرحلة أنا فيها من أضعف مراحل حياتي لأن أنا كنت مرتبط بالرئيس أصبحش موجود. بوجودك جنبي هنبقى أقوياء. خليك جنبي هنبقى أقوياء وهنرجع تاني أحسن من الأول. الحلقة توافق على إذاعة الحلقة؟ سيد أسامة. أنا مبسوط يا ديفيد. سيد أسامة. أخيرا. سيد أسامة. بقدر أسأل سؤال؟ قبل أن تذهب. أنا إسرائيلية لكن أتحدث العربية. أسأل سؤال قبل أن تذهب. لماذا اتهمك المصريون أنك من الفلول؟ نظام رئيس مبارك بيتعرض النهاردة في مصر إلى اتهامات شديدة. ولأنك مؤيد لهذا. نعم.
مؤيد وما زلت مؤيد لنظام رئيس مبارك. نعم. انت بتسجل بلغتي خلاص ما كفايه بقى. و عفوا تقبل حضرتك لهذه الحلقه ياتي بناء. مين بقى ثاني يسجل معاكم في مصر؟ كتير شخصيات بس دي اخر حلقه وبتدير على اسرائيل، ما حد يعرف ان احنا خانه اسرائيل يعني. محدش كان بيعرف يسجل في الاخر ان دي قناه اسرائيليه؟ اخر حلقه. مين بقى وافق على اذاعه؟ هل ممكن اسال السؤال؟ أماندا، أماندا فريق الأعداد سوف يخبرك. وفين أماندا؟ تحت أعتقد. إجت أماندا؟ اليوم إلى الصبح. نعم. يعني كده أنت بتقتنص إسرائيل، بتتصرف غلط في المنطقة، بتتصرفوا غلط. لأن العرب يتعاملون مع إسرائيل بعنصرية. تتعاملون مع المواطن الإسرائيلي وكأنه ليس بشر. كان تحقق من حد الأدنى السلام مع إسرائيل زي حسن مبارك كان بيتكلم، ما كانش حصل كده. إسرائيل قوية عليها أن تفهم. وأيضا بعض العرب يقولون أن سلام مصر مع إسرائيل في عهد مبارك كان استسلام وليس سلام، لم يقدروا حتى هذا السلام الذي صنعه مبارك، يسموه استسلام لأنه كان. كثيرين من العرب وكثيرين من المصريين يحتاجون إلى السلام، ولكن يظل هذه القضية جماهيرية شعبية ما يجب أن هي تبقى بعيدة عن استخدامها في الشارع، لأنها قضية مؤثرة جدا. يا سيدي أنا هنا بقرار من السيد الرئيس حسني مبارك، إحنا أصدقاء. إيه المشكلة؟ يعني إحنا سجلنا دلوقتي وحضرتك عارف كده تماما. عارف إن أنت إسرائيلي وبسجل معاك ما قلتش حاجة. عارف إن لا هو هنا. لم يعرف أدون ميشيل. لا لا مش قصدي. هو لم يعلم. أنت عارف إن إحنا هنا. انت عارف ان انا موجود وعارف ان الرئيس حسني مبارك جابنا هنا. بس انت هتسجل هتقول ان انا ما كنتش عارف ان دي محمد اسرائيل. نعم اكيد بالطبع. ما تفتحش عليا النار في مصر في الداخل، انا اكتر انا يعني ما تحملوش. نعم انا لا اتحمل الضغط ده. نعم وقولي لي اسامي الناس عشان ابقى عارف مين سجل معاكم تاني. سيد اسامه بدون تخوف وبدون قلق لك وجهة نظر ورأي، سواء كنت مؤيد أو معارض، من الفلول أو من الثوار، في جميع الأحوال يجب أن يحترم الرأي العام وجهة نظرك. ونرجع نقول الحكم بعد المزاولة. وسمعونا سقف أهو، ما هو مؤيد أهو مش مع إسرائيل. لا 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 أنا تحولنا مصري. أنا مصري يا أستاذ أسامة. منى اساسا هتبقى منى ايش صار منى عبد الوهاب. منى عبد الوهاب، عمرو صلاح، عمرو علاء، اتفضل عشان نكمل الحلقه المصريه. بعد ايه المزاوله؟ حضرتك صدقت ان احنا اسرائيليين؟ يبقى اتزاولت. ينفع كده؟ انت منى انا فعلا بعد ايه اتجاه ساره؟ منى منى مش ساره. منى منى اهلا بحضرتك. ايه رايك في المزاوله؟ لا انا بعدتوني بجد؟ التمثيليه كانت يعني خلت عليا بشكل كبير. صدقتنا. انا حاضر ادون ديفيد. مشاهدينا مزاوله النهارده مشيت كده، والصحفي ورئيس التحرير المصري الهادئ المعروف بهدوءه كان رد فعله كده. رد فعله فعلا كان هادي لكن كلماته كانت صائبة. هنشوفكم في حلقة جديدة ومزاولة جديدة، كمان احنا هنزاول وانتوا اللي هتقولوا الحكم بعد المزاولة. شكرا. سينا بقى مش هتديهم حتة من سينا بقى يا أستاذ أسامة؟ مش عارف هقول ديهم حتة كده مثلث صغير كده من سينا. أقول له إيه ده؟ أنت أقول له إيه؟ في الأيام دي ما بقيناش عارفين مين معانا ده ولا مين علينا، دي حاجة تخنق تحير. أي نعم احنا شايفين كل الناس وطنية ومشاعرها انسانية، ما هو كله عمال يحور كيف
كفايه فيديوهات عياط ومعارضه تجيب احباط وكلام محفوظ يتعاد. شوف احنا هنعمل ايه في الحكم بعد المزاوله، عامل زي جيم الطاوله ما بين الضيف وقال ايه دوله معرفش سموها ايه.